جمبورج وبخبر عادي في أم تمزوجين أمين إن شاء الله زوجيتها إن شاء الله بجوري هذي والله يدعو لك إيه لك أنت هلا شاب إيش بده بده يتزوج يفتح بيت شلون تدفع عليها؟ التيك توك شلون تدفع؟ ما بعرف شهوره نوتم على مولي تدا يا خيو ناد مولي من أما عنا بي ربون دنا بي ما ذكرنا بي تذكرنا كل عام وانتم بألف خير ان شاء الله عيد الجاي بيكون احسن من هالعيد بكتير والعيلة بعد ما يجوا من القبور بيجتمعوا بالبيوت وبيزوروا لبعضهم وبيعيدوا مع بعضهم واذا ما اجتمعوا العيلة مع بعضهم كأني ما هو عيد وهذا اصول العيد وهذا يعني واحد بيحس بالعيد وبيزوروا على القرايبين والمريضين بيزوروا يعني كل واحد بيزور عن قرايبه وعن صاحبه وهذا عادات العيد وهذا اصول العيد وان شاء الله عيد الجاي بيكون احسن من العيد وان شاء الله يتمم بالخير وكل عام بألف خير والله اجتمعوا الشباب عندي والحمد لله يعني ذبحنا ذبيحة العيد وعم يوزعوا على الفقراء اللي فيه النصيب بيوزعوا وكل واحد اللي ما عنده إمكانية الحمد لله يعني بيحس بحاله كأني ما هو نقصان منه شيء يعني بزوروا لبعضهم وبيعطوه ضحية العيد يعني هيك عاداتنا يعني جبت الولاد زيادة عن خالته الأول كان يفرحوا بالعيد وأجواء العيد الأجواء كويسة جي زيارة عن خالته الأول بدي يفرحوا بالعيد وأجواء العيد أولاد بيفرحوا ويسلوا والله العيد كويس للأولاد يفرح الأولاد صغار بارك الله الحمد لله رب العالمين جو يعني العام ما انه مريح بس لكن الاطفال حقهم هن يعني يفرحوا حقهم يلعبوا فالحمد لله رب العالمين جاي هيك مع اولادنا مع اولاد اخوينا مع اولاد اختي عم نحاول هيك نسوي له الجو ان شاء الله كويس السلام عليكم بخير هلا انا سكني قريب من هون سكني قريب من هون فجبنا هالاولاد هيك انبسطوا بمناسبة العيد الأضحى جينا لهون نغير أجواء أجواء العيد ما شاء الله ما أحلاها طلعنا بالسفينة دخنا من كتر ما حلوة لعبنا بالأحصنة لعبنا بالدويرة يعني كل شيء لعبنا فيها يعني أجواء عيد مرحى وأطفال وكنا لعبنا ما لعبنا يعني لعبة حلوة جينا كل يوم عيد ما أحلى علوان كل يوم عيد احنا اليوم الحمد لله يعني بعيد الاضحى مناسبه عيد الاضحى
والحمد لله يعني أجواء سعيدة ويعني أمور كويسة الحمد لله، والوضع تمام الحمد لله. يعني لعبنا بالأحصنة، يعني أجواء جميلة، لعبنا بالسفينة الحمد لله. بس يعني إنه متهجرين من بلادنا، إنه الله هيك ينصرنا على الظالمين، وإنه إن شاء الله هيك نرجع على بلادنا يا رب. Ne yapıyorsun? 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 Ne y
بالعيد عادة عيد يعني الكبير بذبحوا ذبايح وبيوزعوا على الفقراء وبيزوروا بعض بالعيد. والله زرنا القبور وزرنا قرابين بعض وزرنا الضيعة كلها وعيدنا أهل الضيعة كلياتنا يعني منعيد بالأعياد وها هي يعني. والله هالسنة تميز إن كل الضيعة صار تزور بعض وحسينا ان في محبة زيادة ثاني.